ولمزيد من التحليل والمتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي. دكتور عمرو، بعد التحية، كيف قرأت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء اليوم في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلتها الجديدة؟ أولا مشكرا عليكم وعلى كل مشاهدينكم، لكن قبل ما أتكلم على التوجيهات خليني أحيي القيادة السياسية بالاختيارات اللي تمت، لأن دي اختيارات الحقيقة مهمة بتعكس رغبة حقيقية في التغيير. يمكن احنا قلنا هذا الكلام لما سألتونا يمكن من بعض أشهر، كنا بنطالب أن يكون في وجوه جديدة وخبرات جديدة وخبرات دولية، لأن في النهاردة حاجة كبيرة جدا أننا أرجع الثقة مش في الدولة وفي الحكومة لكن في الاقتصاد، ويكون في ثقة أن في إصلاحات جدية وفكر جديد ووجوه جديدة قادرة أنها تعمل التغيير اللي طالب به السيد الرئيس وبيطالب به دايما. يمكن من ضمن وجوه جديدة أسامة الأزهري، مايا مرسي وزير الثقافة اللي جاي من الثقافة، كلها الحاجات حقيقة بتؤكد أن في زي ما بنتكلم بلغة السياسة في صنايعية موجودين، في أشخاص عندهم خبرة في التعامل مع الملفات. وده بيعكس، عشان أرجع لسؤالك، بيعكس حديث النهارده دولة رئيس وزراء على أهمية التعامل مع الملفات والتوجيهات اللي طالب بيها السيد الرئيس. يمكن أهمها ما التنمية البشرية ورفع مستوى المعيشة للمواطن المصري ورفع مستوى الخدمات وتطوير البنية التحتية، ويمكن ده كمان بيجرنا الحديث عن دمج وزارة القطاع النقل والمواصلات مع الصناعة، أهمية أن يكون في بنية تحتية. يمكن النقل الفترة اللي فاتت، الطرق والكباري وحركة السير والمرور والمواصلات، هي حققت طفرة كبيرة في مصر. ده بشهادة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، محتاجين يكون في بنية تحتية، مزيد من البنية التحتية. يمكن عشان كده حتى ضم الصناعة، والكثير كان استغرب ضم الصناعة لوزارة النقل، لكن لما بتلاقي بعض الدول سوبر مينستر أو بعض الوزراء القادرين على التغيير ده عادي بيتم. هو طبعا لم يتم كثيرا في مصر، لكن تم لإضافة الصناعة إلى شخصية قادرة على أنها تحدث التغيير. الشخصيات القادرة على إحداث التغيير قد تكون ليست كثيرة، فالنهاردة التغيير أن يكون عندي شخصيات قادرة على التغيير هو ده المطلوب، وده اللي باين حتى في السيرة الذاتية لعدد كبير من الوزراء اللي جايين من باك جراوند او جامعات دولية. صحيح. وخبرات دولية، ومش عيب على فكرة انهم يكونوا جايين من جامعات دولية، لان النهارده ازماتنا كلها اللي احنا بنمر بيها هي ليست ازمات محلية بالمناسبة، ولا ليست ازمات عالمية مصرية. طبعا كلها جاية نتيجة ازمات دولية. انت بتتعاملي مع بنك دولي، بتتعاملي مع ازمات غذاء دوليه، بتتعاملي مع المنظمه الدوليه، منظمه التجاره الدوليه، بتتعاملي مع منظمه الغذاء العالمي، بتتعاملي مع سوبر باورز، دول قويه ذات قوه في العالم ومؤسسات قويه، حتى ان هذه المؤسسات الدوليه بدون ذكر اسمها بتتعامل بشكل مخابراتي في كثير من الاحيان. فلازم يكون عندك المينتاليتي او القدره على فهم هذه المؤسسات وعقول هذه المؤسسات واستراتيجيات هذه المؤسسات علشان تقدري تتعاملي مع الواقع العالمي، لان تاني ازماتنا لم تكن ازمات محليه، هي ازمات كلها دوليه. فانا برجع تاني بحيي الترشيحات وبحيي الاختيارات، وجوه كثيره قريبه من الشارع، قريبه من الناس، قادره على احداث التغيير، وجوه جديده شابه، يمكن حتى مستوى سن او مستوى اعمار بعض الوزراء يعني اقتربه من بدايه الـ40. نعم. وطبعا نقطه جميله، لكن اللي شد انتباهي ليس فقط يعني في قرار جمهوري تعيين وزراء، لكن كمان تعيين نواب للوزراء. صحيح. وده يمكن الدلاله او مؤشر على ان السيد الرئيس والقياده السياسيه بتحضر صف ثاني وصف ثالث للقياده السياسيه وللخبرات الوطنية، لأن قيادة دولة وقيادة وزارة مهمة ثقيلة جدا وبتحتاج إلى خبرات متراكمة. ما اقدرش أجيب حد من بره وأحطه وزير، لازم يكون عنده خبرات والتعامل مع الوزارة وأجهزة الوزارة وهيئات الوزارة موظفي الوزارة عشان يكون قادر على فهم الآليات داخل الوزارة وليس فقط المحيط الخارجي. الحقيقة أنا شايف أن هناك ذكاء شديد، هناك مرونة، وإحنا يعني زي ما بقول تاني كنا حدثنا عن هذا الأمر على
قناتكم الرائعه منذ شهور لما سالتوني على رايي وقلت ان محتاجين ان يكون في خبرات دوليه ومختلفه ومختلفه طبعا مع احترامنا لكل الوزراء اللي بذلوا مجهود كبير، دكتور هلا سعيد على سبيل المثال، دكتور محمد معيط، الحقيقه كلهم عناصر ثروه قوميه لمصر وللدوله المصريه، ولذلك تم تعيين بعضهم مستشارين على سبيل المثال. كلهم ادوا الامانه بشكل اكثر ممتاز. انا يعني مش عايز اقول ان بعض الوزراء ما كانوش بيناموا، او يعني بعض الايام ما كانوا بيشتغلوا باستمرار 24 ساعه، كل ادى الامانه، لكن تحديات المرحله الحاليه الجديده اللي بتخلينا نتعامل مع مؤسسات دوليه ومع تحديات خارجيه تتطلب ان يكون في مدرسه او فكر جديد او اشخاص بتوجهات جديده لهذه المرحله. ويمكن نعم دكتور عمرو، يعني اشرت الى نقطه هامه ايضا وهي اختيار الكوادر يعني والوزراء ذوي الخبرات الدوليه، واذا يعني هذا شق هام جدا، والى جانب هذا الشق هناك شق هام ايضا وهو اعداد الكوادر محليا، يعني الدوله تعد لهذه الكوادر حتى الكوادر التي يعني خرجت من داخل الدوله تحديدا وليس لها اي خبرات دوليه، هي معده بالفعل من مؤسسات عده منها الاكاديميه الوطنيه للتدريب وغيرها، فاذا هناك إعداد للمؤهلات والكوادر البشرية لتنفيذ سياسات وأولويات وأهداف الدولة. صحيح، أصل أنت عشان تتعاملي مع 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 وزارة أو مع ملفات محلية، ويعني إيه ملفات محلية؟ ويعني إيه إدارة وزارة؟ أنت بتتكلمي على إدارة أفراد، إدارة مجتمع، إدارة بشر، بتتكلمي على الفلاحين وعلى الصعايدة وعلى البدو وعلى سينا وعلى أولادنا وإخواتنا وشعبنا وعائلاتنا والقبائل اللي موجودة واختلاف طبيعة الناس اللي موجودة على مختلف المساحة الممتدة لمصر. بتتعاملي مع شعب، وده مش بتتعاملي مع أجهزة ولا بشر ولا بتتعاملي مع أرقام، انت بتتعاملي مع أفراد، بتتعاملي مع شعب، بتتعاملي مع كوميونيتي محتاجة ان تكوني قريبة من الناس. وبالتالي انت مش بتدوري وزارة ولا بتديري هيئات ولا بتديري خطة ولا بتديري ورق، انت بتديري افراد وبتديري بشر، فمحتاجه تكون عندك خبره للتعامل مع الشعب ومع الافراد وتقديم الخدمات. ويمكن تقديم الخدمات دي نقطه الحقيقه السيد الرئيس اكد عليها منذ اول يوم وصل الى الحكم. نعم. تقديم الخدمات وتطوير الخدمات وتحسين الخدمات للمواطن المصري، ودي عمليه مش سهله. يمكن السيد الرئيس يمكن دفع للامام ملف الاتممه، ملف تطوير الخدمات، ملف التنافسيه، الانجاز، ودايما كان يؤكد على سرعه الانجاز المشروعات، ليس فقط اقامه المشروعات لكن متى سيتم المشروع، متى يمكن ان يظهر الى النور، لان يعني زي ما قال السيد الرئيس احنا زدنا 25 مليون لسنه 2011، 25 مليون، شوفي بقى كم مدرسه بتحتاج، كم مدرسه الكهرباء على سبيل المثال اللي بتقطع، طبعا مع يعني اعترافنا واحترامنا انها نتيجه طبعا ارتفاع شديد في درجات الحراره في الفتره الماضيه، ثلاث ازمات مناخيه في اقل من شهر، لكن تكلفه الدعم الكهرباء حوالي 5 مليار دولار، 5 مليار دولار انت فقدتي في قناه السويس خلال الازمه الاخيره حرب غزه المؤسفه، فقدتي 60% من ايرادات داخل قناه السويس اللي هي حوالي 4.8 مليار دولار، يعني فقدتي الدعم اللي كنت ممكن تقدميه للكهرباء اللي محتاجاها للبلد في ظل تنامي الحاجه لزياده السكان وتطوير الصناعه والحاجه كمان ان انا اوصل بالصناعه على قوله ملف الصناعه ان انا اوصل لل 100 مليار دولار يعني اللي انا محتاج للسيد الرئيس اعلن عنه. فتحديات كبيره جدا جدا محتاجه لمجهود ومحتاجه رؤيه ومحتاجه لشباب ما بينامش عشان يقدر نحقق التطلعات اللي نامل ان مصر كلها تحققها في الفتره القادمه. دكتور عمرو صالح استاذ الاقتصاد السياسي، جزيل الشكر لك.